لون جديد للحياة. لنحيا 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 بسعادة. مرحبا بكم من جديد في برنامجكم لنحيا بسعادة أيها الأخوة والأخوات، وحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتكلم اليوم عن فنون التعامل مع الآخرين. العصر اللي احنا نعيش فيه بشكل عام طغت عليه بعض الأمور الشكلية. على سبيل المثال، لما أقابل فلان ويقابلني، بعض الأحيان في البرستيج أنه يقول لك مثلا الأخ علي بن راشد عطاني كارته البزنس كارد على أساس يصنف لي وظيفته، أو يصنف لي مثلا مسماه الوظيفي أو شهاداته العليا. وأيضا في المقابل الشخص المقابل يقول لك سعادة الوزير فلان، أو المستشار فلان، أو البروفيسور فلان، أو الدكتور فلان، أو غيره من المسميات هذه. العقل الباطن يشتغل عند البعض بالمسمى الجديد اللي أنت أعطيته لهذا الشخص. إحنا لا نعمم، ولكن نقول أن قاعد يحدث الآن. فلما إحنا نتواصل في هذا المجال ونتناصح، فإحنا نذكر أنفسنا بأن إحنا نرجع إلى إنسانيتنا، ونرجع إلى طبيعتنا اللي الله سبحانه وتعالى خلقنا عليها، بتواضعنا، بإنسانيتنا، بابتسامتنا، بكل ما نتميز به من صنع الخالق سبحانه وتعالى. في هذا الموضوع عندنا قائد الإنسانية هو النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا 365 حديث أيها الأخوة والأخوات الآن تدرس في أعلى الجامعات العالمية، ويأخذون عليها ناس شهادات الدكتوراه في التنمية البشرية وتنمية المجتمع، ويعين عليها مستشار فلان، ويعين عليها وزراء، ويعين عليها بروفيسور في مثل هذه الأحاديث اللي احنا أحيانا نخجل أن نقول والله ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق، أو ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإنسانية، أو وردت قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الطفل اليهودي الذي كان سببا في إسلامه ودخوله الجنة. نرجع إلى إنسانيتنا أيها الأخوة والأخوات. كم من دكتور أخذ دكتوراه في الأخلاق وهو بلا أخلاق، وكم من شخص لا توجد لديه أي شهادة علمية ولكن عنده دكتوراه في الأخلاق بفطرته وبفضل الله ثم تربية والدين كريمين. نرجع أيضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. كم من شخص أيها الأخوة والأخوات ظهر لنا بأنه عالم في التربية، وظهر لنا بأنه عالم في التنمية المجتمعية، وظهر لنا عالم في التنمية في موارد البشرية، ولما لف عليه واحد بالغلط في الشارع نزل من السيارة وتضارب معاه وقام يعلى الصوت وقام يسب وقام يلعن. وكم من شخص يمثل أمامنا شخصية المحترم وشخصية المتواضع وكلماته لبقة، ها، ولبس عباءة الشخص ذو الهيبة وذو المكانة وذو المنزلة العالية والرفيعة بالأخلاق، فسقط في التجربة العملية والامتحان العملي. إذن أيها الأخوة والأخوات، نريد أن نرجع إلى إنسانيتنا ونتعامل مع أنفسنا بالإنسانية. فلما نرجع لأنفسنا فسنجد بأننا خلقنا من تراب، وعشنا على التراب، وسنموت تحت التراب. وخير ما نختم به أيها الأخوة والأخوات حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدني
وإياكم بالأخلاق الحسنة والعالية، وأن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا وفي الآخرة، ولنحيا بسعادة. لنحيا